بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة الفصائل ضد إسرائيل تركيز الأنظار على القضية الفلسطينية، ما واجه ضربة للزخم الذي اكتسبه في الأشهر الماضية المسعى الأمريكي لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. في وقت تلقى اتفاقات التطبيع معارضة شديدة من الفصائل الفلسطينية إضافة إلى إيران وحلفائها في المنطقة، اعتبر مدير الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية يوست هيلترمن أن أحد دوافع الفصائل لشن عملية السبت قد يكون الخوف من تهميش إضافي مقابل القضية الفلسطينية في حال طبعت السعودية مع إسرائيل، وأشار إلى أنه في حال مضت إسرائيل في التصعيد رداً على العملية ستكون الدول العربية ملزمة في اتخاذ مواقف أكثر تشدداً تماهياً مع الرأي العام. وفي تلميح واضح للضربة التي وجهتها عملية طوفان الأقصى لمساعي التطبيع بين الرياض والدولة العبرية، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأحد أن عرقلة التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية ربما يكون من دوافع الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إن إسرائيل باتت في حالة حرب، في تبدل جذري عن الخطاب الذي ألقاه الشهر الماضي أمام جمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد فيه إن إمكانية إبرام اتفاق سلام تاريخي مع السعودية سيكون ذا أهمية كبرى لإسرائيل نظراً لأهمية المملكة ورمزيتها في العالمين العربي والإسلامي. أزرخي إسرائيل، אנחנו بملخمة، لا بمبצע، لا بسببين، بملخمة. كما أكد نائب رئيس السياسات في معهد الشرق الأوسط في واشنطن براين كاتوليس أن أعمال العنف الأخيرة تجعل من الصعوبة بمكان إخفاء هذه المسائل المعقدة، في إشارة إلى التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. أما وزارة الخارجية السعودية قد ذكرت بتحذيراتها المتكررة من مخاطر تأزم الأوضاع وتكرار الاستفزازات الممنهجة، وتواصل الوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين السبت مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحيث أكدت الخارجية السعودية أن الأخير شدد على رفض استهداف المدنيين العزل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.